عايز ابتدي حياه جديده، اعيش بقى واكون نفسي. وبعدين مش معقول انا وكاميليا يعني هنعيش بالمرتب العبيط بتاع الحكومه ده. كاميليا، عارف يا عبد الله، انا نفسي كاميليا دي تحس انها جوزه راجل ماله هدومه صحيح، يعرف يسددها ويهنيها ويوريها العز اللي ما شافتوش في حياتها. طب يلا يا جمال، عشان الكوارع لما بتبرد ما بتتاكلش. يلا حبيبي. لا لا معلش، كل انت، انا عامل رجيم، عايز انزل لك الكرش ده شويه. قول لي يا عبد الله، ما تشغل لنا حاجه هنسمعها؟ عندك عمرو دياب او حماقي؟ اه شوف لك شوف لك. بقول لك يا جمال، لو انت سبت الشغل هتشتغل ايه؟ يعني صنعه كنت عارفها زمان، بتفهم في التجاره، لو انت عندك عقد عمل وسافرت بره هتشتغل ايه؟ انت مؤهلك يا جمال. مؤهل ايه وصنعه ايه؟ الحاجات دي ما بتفرقش في الجواز. لا تفرق قوي، وانا بنبهك. يا سلام بتنبهني، قول انك غيران مني. غيران منك؟ ايوه. لو كنت شفت السطح النهارده، ايش صواني اكل وشاي، انا كنت حاسس ان انا النهارده كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز بعد مصلحه. افرح يا لهوي يا خلو على الحمامات والعسل يا خرابي عليكي وعلى ايديكي العسل. بطاطس يا سكر. شكلك مبسوط يا واد. يا ما والله مبسوط شويه. عقبال حمام العروسه يا دنار. يا رب يا اما. تعالى ولا هنا. ايه يا اما؟ في ايه؟ انت كنت لسه بتدعي واقف قدامك. تعالى. لا الهوي. تعالى. نعم. ولا اللي بينك بقى وبين الواد احمد؟ انا رحت لامه قلت اشمشم كده يمكن اعرف حاجه، لقيتها زي مش عارفه اي حاجه. انت بتتجسس عليا يا اما؟ انت يهمك في ايه الكلام ده؟ يهمني؟ يهمني ده يا واد؟ يهمني ان اطمن عليك واعرف انك مش هتسافر تاني. اما اهدي اهدي، مش مسافر وقعد لك قدام طبق البطاطس. مش مسافر الحمد لله. تعالى هنا. قول اهو ناوي على ايه؟ هقول لك بعدين يا اما كل حاجه. يا اما صريني دلوقتي. المحروسة في ريال كانت عايزة منك ايه يا واد؟ ياما كده كتير، انت قاعدة بتتجسس عليها من ساعة ما انا جيت، وده ما ينفعش. البت دي تسيبك منها خالص، البت دي مش مظبوطة لا هي ولا امها. طب وانت عرفت منين ياما؟ انا يا حبيبي اعرف اكتر منك، الاشكال دي انا عارفاها اكتر منك، وبعدين يا واد انت ناسي ان هي حط عينها على احمد؟ لا استني بقى، طالما جبت سيرة احمد والشغل ده، الكلام ده كان زمان ياما، ايام عسكر وحرامية بره في الحارة، ايام ما كانوا عيال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على وكستي في ابني. هو انت واد ممكن تفكر في واحده حاطه عينها على راجل غيرك؟ ياما ايه المشكله؟ طالما هي سليمه وده زمن وفات، ايه المانع؟ مفاتش يا رحمة. نهار اسود. هضمه، بقول لك ايه؟ انا جعان وعايز اكل لقمتين عشان اخش انام وعندي شغل بالليل، ماشي؟ سلام بقى. اقعد هنا بلا شغل بلا سيفت، فهمني شغل ايه؟ شغل ياما شغل وخلاص. شغل ايه اللي عندك بالليل؟ بصي يا خليل، عينيكي دي اللي بتخليني اقر على كل حاجه. انت بص ياما، هي شغلانه كده هتخلينا نطلع فوق شويه، هتخلينا نشرب حاجه ساقعه وناكل لب وزداني ونطلع من الدور التحتاني وندلدل رجلينا وهيه بقى هيه هيه. يا رب يا اخويا من بقك لباب السما. يا رب. انا عايز اكل حاجه غير البطاطس دي. عامله اكل ايه؟ عامله ملوخيه. يا لهوي، ملوخيه بيد ايد خلو؟ اه. انت عارفه بقى ان الملوخيه بتاعتك دي ياما ما بتتاكلش كده بالعيش، دي بتتحط في كوبايه كده وتتشرب زي الويسكي. يو كيسك انت يا واد، كنت بتشرب منكر وانت بعيد عني؟ ياما منكر ايه؟ انا بشرب ويسكي. ويسكي دي وجعك. ايوه يا خلو كاسين ويسكي ياما، وحات النبي ونقعد نزار وقت. بس يا ولا اختش. خلاص ياما بهزر معاكي في ايه؟ بقولك يا ميرا، لو جاي حبيبتي تنكدي عليا تسمعيني. مبروك. ايه ده بقى؟ ايه اللي غيرك فجأة كده؟ والله طالما انتي مبسوطة خلاص براحتك. بس على فكرة بابا لو كان عايش كان هيبقى مبسوط قوي في يوم زينا. بابا؟ جايز. بقولك يا ميرا، انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي.
هو انت ازاي عشتي كل ده مع اولاد سمية؟ اسمهم بنات عبد العزيز مش بنات سمية. ماشي يا ستي، بنات عبد العزيز، ازاي عشتي معاهم برضو؟ انا كنت عايشه مع بابا مش معاهم. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انت خسرت كتير قوي انك ما قربتيش من بابا الفتره اللي فاتت. بكره هتعرفي كلامي ده كويس قوي. ميرا بقول لك ايه، خلي ماما حبيبتي تاخدك وتنزل تشتري لك فستان عادل، عشان انت اكيد مش هينفع تحضري الحفله بالهبل اللي انت جايه بيه ده، احنا مش ناقصين فضايح. لا انا عملت كده ما تقلقيش، نزلت انا ومروان واشتريت فستان هيعجبك قوي. انت ومين؟ مروان؟ طب انت كويسه اهو، امال كنت فين من زمان؟ والله انا عملت كده علشان ما تزعليش وعشان شكلي برضو. هو مش مروان ده برضو يبقى ابني عمو سمير ولا ايه؟ عمو سمير؟ لا كده الموضوع كبير قوي، كده انا لازم افهم. انت شكلك مش سهله خالص يا بيبي. سهله وصعبه على فكره، انا بتكلم بنيه صافيه جدا، مفيش في دماغي اي حاجه. طالما قلتي البقين دول يبقى فيه، وفي كتير. بقين؟ والله عيب، عيب لما قيت ان اللي عاشت وسط الناس الهاي بعيد عن الحواري دول بقين والفاظ وحاجات كده. عامه يا ستي مبروك عن اذنك. نسيت اقول لك، الفستان اللي انا اشتريته هيعجبك قوي. انت عارفه ده منين؟ من الشركه، ومن المجموعه الجديده كمان. ايه مالك ساكته ليه؟ لا خالص على فكره، انا مبسوطه قوي ان انا هشتغل. خدي بالك طبعا عشان انت تحت الاختبار. اكيد ان شاء الله هطور قبلك. ان شاء الله. يعني انا بجد متشكره قوي. علي وانا ممكن اعرف وانت ليه عملت كده؟ عايز تعرفي الحقيقه؟ يا ريت. صعبت عليا. ايه؟ زعلتي ولا ايه؟ لا اوعي تزعلي بقى من الحقيقه بعد كده. وعلى فكره انت ما صعبتيش عليا علشان مرضي وكده، انت صعبت عليا عشان كنت قاعده في البيت مستسلمه، والاستسلام ده حاجه وحشه قوي. حكي بقى، جبتي ورقك؟ طب يلا بينا على المكتب. اتفضلي. ابني متجوز؟ مطلق. انا اسف. لا على ايه؟ انا بقيت حاسس ان نص البلد مطلقين والنص التاني عايش مع بعضه غصب عنه عشان خاطر الولاد. مش للدرجه دي يعني. انا بقيت حاسس كده. انت لسه زعلانه مني؟ انا بس ما حبيتش الكلمه الصراحه، يعني مش بحب ان انا اصعب على حد. يا ريت انا اصعب على حد، اصعب على حد ولو مره واحده بس ويخليني اشوف ابني. وانت مش بتشوفه؟ لا مش بشوفه. القانون، القانون شايف ان الست ملاك وطيبة ومفيش زيها، الراجل بقى ولا على ايه؟ انت بقى ملاك؟ ملاك ولا شيطان؟ ده حتى لو شيطان، الشيطان ده ملوش نفس يعني انه يشوف ابنه؟ لا له نفس طبعا. مش كده؟ تخيل انك لا، ابني على بعد شارعين من المنطقة اللي انا ساكن فيها وما بشوفوش، مع ان انا واخد حكم بالرؤية لكن ما بشوفوش. طليقتي عايزه كده، شفتي وقاحه اكتر من كده؟ هاتي الورق. دكتور مجدي الحقني يا دكتور. مالك يا منى في ايه؟ خليل ما بيتحركش. ايوه يا نغم، بقول لك ايه، عايزه اعرف خليل عليه فلوس لمين؟ كل ما ليه مديون بيه انا هسدده. خليل مات. انا كويسه قوي، كويسه جدا.
كويسة قوي، بس أنا عايزة أقول حاجة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى دي. هو مات عشان معهوش فلوس، بكرة أنتم كمان هتموتوا عشان معكوش فلوس. واللي حصل ده علمني إني لازم أبقى غنية، وغنية قوي كمان، عشان ندوس على الناس قبل ما تدوس عليا.